وننتقل الآن إلى فيينا ومتابعة لمؤتمر صحفي لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عقب عودته من زيارة إلى طهران. هم خصبوا بالمستويات التي أعلنوها، وهناك بطبيعة الحال فرق بين ما قالته الوكالة وما أعلنوه، وبالتالي نحن نجري تفتيشنا. وبالتالي من حيث التحفيز والدوافع والتشجيع، أعتقد أن هذا أمر لم نناقشه. الذي يهم بالنسبة إلينا هو أننا قادرون على التفتيش، وكذلك معرفة كل جرام يتم تخصيبه، وهذا هو روح التبادل في وجهات النظر. وبطبيعة الحال نحن رادون في هذا الجانب. هناك قضايا أخرى كما تعلم، لكن هي ليست مرتبطة بهذا الموضوع تحديدا. Hello, DG. Hello. This is Stephanie Lichtenstein. I'm a freelancer and today reporting for Associated Press. أنا أمثل أسوشيتد بريس. في بيانكما المشترك قلتم إن إيران مستعدة لمواصلة التعاون. نحتاج معلومات ملموسة أكثر. هذا التفتيش منذ 4 أعوام، بأية طريقة يمكن أن نتحدث عن ضمانات ملموسة من إيران مختلفة عما كانت تقدمه قبل عام من الآن؟ بطبيعة الحال كما تتصورين، نحن كنا نتوق إلى التوصل إلى نتائج، ولهذا احتجنا أن نجري هذا النقاش. الذي اتفقنا عليه هو عدد من الإجراءات الملموسة، مثل الوصول الذي سنحصل عليه للمعلومات والأماكن. كما تعلمين، هذا شيء اتفقنا عليه مع إيران، ونحن سنقدم تقارير منتظمة بشأن خلاصاتنا وتقييماتنا كذلك. والذي قررناه هو أننا سنجري عددا من الاجتماعات الفنية التقنية قريبا جدا، وكذلك ناقشنا الأماكن والأشياء المرتبطة بها، الأشياء التي سنفتشها، ونحن نعرفها مسبقا لأنها مفصلة في تقريري. وعندما نتحدث عن التفاصيل يمكن أن نتحدث عن اليوم الآتي والوقت الذي سنزور فيه ماريبان على سبيل المثال، أو شيء له علاقة بموقع آخر. كلا، الذي يهم في الوقت الحالي هو أننا اتفقنا بأننا سنتقدم إلى الأمام ليكون هناك زيارات حقيقية ووصول إلى عدد من الأشخاص والمواد. وبالتالي هذا تغير. نعم. على سبيل المتابعة، بالنسبة لفهم ماهية هذا الاتفاق، منذ متى لم يكن الإيرانيون يتعاونون؟ والسؤال الثاني، في التفتيشات التالية التي ستجرونها، هل يمكن أن تكونوا أكثر تفصيلاً لتتحدثوا عن الزيارات التفتيشية ومعرفة ما هي الكاميرات التي أخفيت أو أزيلت وغير ذلك؟ شكرا جزيلا. هناك قضايا مختلفة أشرت إليها في سؤالك. أولا، هناك شق يتعلق بإجابتي عن ستيفاني، وأنا قلت ما يسمى بالقضايا البارزة والتي عملنا مع إيران بشأنها منذ وقت طويل. والوكالة في هذه المرحلة تتطلع إلى الوفاء بالالتزامات. إيران لها تقييمها الخاص، ويمكن أن تسأل إيران بطبيعة الحال حول هذا الأمر. نحن من جهتنا نحاول أن نقارب وجهات نظرنا وأفكارنا حتى نفهم معا ما هي المجالات التي لا يمكنهم أن يعطونا معلومات بشأنها. وبطبيعة الحال عليهم أن يفهموا أننا تمكننا من فعل ذلك، وصفنا الأشياء التي
نريد أن نزرعها في أماكن مختلفة، والعملية كانت طويلة علي قول ذلك، وأنا لم أخفي هذا الأمر، لم أخفي أنه بالنسبة إلينا المسار كان طويلا، ولكن هذه الأشياء تحدث. بالنسبة إلي أهمية اجتماع اليوم هو أننا وصلنا إلى هذه النتائج، وأعتقد أن تحسنا مهما تحقق، وخصوصا بعد حواري مع الحكومة الإيرانية، وهذا سجل وأنا استمع إلي بعناية، وأنا أتطلع لرؤية النتائج قريبا سنرى. النقاط الأخرى التي أشرت إليها هي مهمة، وهي مرتبطة بباقي التدابير الرقابية والتفتيشية. كما تعلم في الأشهر القليلة الماضية كان هناك تخفيض في بعض أنشطة المراقبة في عملية التحقق فيما يخص الكاميرات، وكذلك آليات التخصيب، المراقبة عن بعد، وخصوصا مسألة تدفق أنظمة المراقبة والتي لم تكن تعمل. ونحن اتفقنا على أن هذه الكاميرات المراقبة سيعاد تشغيلها مجددا. هذه قضية تقنية فنية، وسنتفق على التدابير الإجرائية، وهذا مهم جدا، لأنه كما أشرت مرارا وتكرارا كانت لدي انشغالات بشأن خفض استمرارية تلقي المعارف، وهذا يعني أننا كنا نخسر المعلومات ولا نتوصل بمعلومات في أماكن ومواقع مهمة. ولذلك حتى ننعش ونحيي الاتفاق النووي، فإنه لا بد أن نتوصل بمعلومات عن أهم المجالات الخاصة، على سبيل المثال بتصنيع أجهزة الطرد المركزي، لأنه إذا لم نعرف ذلك سيصعب علينا أن نمنح إيران والأطراف الأخرى الضمانات اللازمة لإعادة إنشاء الأرضيات المشتركة. هذا يحتم المزيد من الوقت ويحتاج مجهودات مضنية عبر فرق التفتيش، وكذلك مجهودات من الجانب الإيراني، جمع الأرقام والنظر إلى المعلومات. هذا الأمر كان قد افتقد في السابق، والآن إذا أردنا نتحدث عن بعض الأرقام، فنحن تحدثنا عن تلك الفترات التي كان فيها ضياع للمعلومات ولم يكن فيه استمرارية في تدفق المعلومات. الآن سنجسر هذه الفجوة مرة أخرى، وسنعيد تشغيل هذه الآلية لتدفق المعلومات بشكل مستمر. هذا كان عجز سجل، والآن اتفقنا مع إيران أن هذا الأمر سيتجاوز. أمل أن يكون جوابي منطقيا. شكرا جزيلا على أجوبتكم. إذن كل هذه الكاميرات التي أزيلت، أنتم طلبتم من إيران أن تعيد تشغيلها وتركيبها بشكل كامل، أليس كذلك؟ نعم. سؤالي الثاني إذن هو، في بيانكم عندما تتحدثون عن تفتيشات إضافية ومراقبات إضافية، فهذا ما تحيلون إليه أو تحيلون إلى شيء آخر؟ لأن السؤال هو، هل لديكم أي تعهدات إضافية أنه ستجرى تفتيشات في فوردو حيث سجل ورصد تخصيب ب 84%؟ هذا ما ناقشناه على مستوى الإجراءات الخاصة بالسلامة التي نحرص عليها في كل دولة. نحن خلصنا باستنتاج يفيد بأن هذه المنشأة تحتاج تفتيشا أكثر كثافة، وإيران وافقت على هذا، والآن نحن نزيد كثافة التفتيشات في هذا الموقع الذي رصد فيه تخصيب عال، وكما تعلمون هذا الأمر يمكن فعله. كان هذا جانبا من المؤتمر الصحفي لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي من فيينا بعد زيارته لطهران.